شافك يا خالتي عم تعتني بهالفرد كثير، يا ترى ليش؟ ما عليك مني، انت فوت نام وارتاح. بس انا خايف عليكي. لا لا تخاف علي، تغطى منيح بالليل لانه عم يصير برد، ولا تفتح الاحلام سمعان. سكر وراي مني. لسه ما نمت؟ من وين جبت البارودة؟ هذا مو شغلك. قتلتي دركي ما هيك؟ قلت لك هذا مو شغلك، شو أنت ما بتفهم؟ يلا روح نام وارتاح مشان تطيب وترجع لعند أهلك. بس يا خالتي أنا خايف عليكي. خايف علي إنهم يقتلوني بيوم من الأيام؟ لك سيدي يقتلوني. أصلاً أنا عمري خلص من زمان، من يوم يلي فقدت ولادي. واحد راح وما رجع والتاني مات بالغربة. قالوا أمر ابكي عليه. على شو بدي خاف؟ قلي ما عندي شي بالدنيا خاف عليه. طيب ليش قتلت الدركي؟ قتلته؟ لأنه روح أبو يوسف بدها دم لحتى تهدى وترتاح بالقبر والعضرة. تكون عضرة إذا بجيب له راس 100 عسكري ما بهدى ولا برتاح. لك ما بهدى ما بهدى ما بهدى. خالتي ام جوزيف مشان الله بكفي، يمكن ترفدي مره وتنتين وثلاثه، بس اخر شيء رح توقعي بين ايديهم. شو فايقك لهلا؟ ها؟ بوس ايدك جاوبيني، انت ليش عم تعملي هيك؟ شو بدك يعني اعمل؟ شو بدك يعني اعمل؟ هدول يلي اخذوا حياة ابو يوسف، هدول يلي بسببهم انت متلقح بفرشتك من زمان، هدول يلي بسببهم الرجال هربانين من بيوتهم ومن اهاليهم واولادهم. بقى شو بدك يعني اعمل؟ اقعد وحط ايدي على خدي واتفرج عليهم؟ يا عطرة يا عطرة يا عطرة. بزمانه ابي قال لي كلمتين ما بنساهم ابدا، قال لي يا جورجيت يلي بيدعسلك على طرف وبتضلي ساكتيله رح يتمادى اكثر واكثر. هدول دعسوا على طرفنا، ولك دعسوا على طرفنا يا خاطر، واذا سكتنا اكثر من هيك هالكلاب رح يبلعونا. بس يا خالتي انا خايف عليكي، اللي عم تعمليه كثير خطير. سبق وقلت لك انه حياتي ما لها مهمه. هي الياس مات وهو بعز شبابه، بس مات بطل مثله مثل رفقاته يلي راحوا بفلسطين ولا بالشام. بقى شو انا دخيلك؟ شو عملت انا؟ واحده ختياره قتلت لك معسكري ولي على زماني. اخ يا ريتني اصغر من هيك بعشرين سنه لكنت ورجيتهم الويل. بس مرمر زماني ختياره وايد ختياره. خد خبي هالباروده تحت الفرشه. أوام. ليش خالتي أم جوزيف؟ لأني شايفتك عم تقوم وتقعد وتمشي مثل ما بدك، يعني ما بقى في لزوم تبقى عندي بالبيت. طيب وين بدي روح؟ وين ما بدك، أنا ما بقى فيني أتحمل أكثر من هيك. ماشي خالتي، أنا رح روح ضب أغراضي. كتر خيرك على كل شي عملتي معي. الله 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 الله.
الأيام اللي قضيتها عندك ما رح أنساها بحياتي. أنت طيبة كثير وحنونة، وأنا بعرف ليش ما بدك يعني يبقى عندك، لأنك خايفة علي. خاطرك يا عم. الرب يكون معك. هاي شهادة حسن سلوك صارت جاهزة. مور مختار. اللي بيطلع من خاطرك. أمرك مختار. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يعطيك العافية يا مختار. خطير. شلونك يا ابني؟ والله الحمد لله يا مختار. شو اللي جابك لهون؟ والله الفضل الله يا مختار، صحتي صارت منيحة. إيه الحمد لله. عود يا ابني عود. شايفك مالك على بعضك. ما في شيء يا مختار، ما في شيء. تخانقت شيء انت وام جوزيف؟ اعوذ بالله يا مختار، شو هالحكي؟ ام جوزيف ما في مثلها، جواتها قلب ام كبير بيوزع حنية على كل الشام. طالما هيك ليش لتترك بيتها بدون ما تخبرنا؟ ما في شيء والله يا مختار، كل القصة اني تعافيت من فضل الله وصرت منيح. هلا بتقدر ترجع لبيتك. حنحقق فيني ارجع البيت مختار؟ عافية مختار. اهلين ابو فارس. مين خاطر؟ بدك عبد السلام. الله يسلمك ابو فارس. كيفك طمني؟ والله الحمد لله من الله بخير. لا البركه رجعت احسن من قبل، الحمد لله. الحمد لله. ابو فارس. برني مختار. خاطر ناوي يرجع على البيت. يرجع يا مختار، هي عندي لك. هذا خاطر ما حي الله، غالي والطلب رخيص. بس كانه ارض ديار صغيره والقوه بجوا صغار شوي، يعني بده حوصه وشويه شغل. شو حوصه وشوي شغل اوساط؟ عدم المؤاخذه، انت عايش وحدك، يعني ما عندك حربه توجع لك راسك وتيجي تقول لك هي ما عجبتني وهي الاوضه صغيره وهي ما عجبتني. ابو شاطو البيت فقط الله وكيلك.